مشاهدينا مستمرين معكم من داخل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء مع الآن أمير الغناء العربي الأستاذ هاني شاكر. يعني في البداية برحب بحضرتك، يعني إزاي شايف أهمية هذا المهرجان ومثل هذه المهرجانات؟ لا طبعا مهرجان القلعة الدولي الحقيقة أثبت وجوده الفترة اللي فاتت وبيثبت وجوده أكثر المرة دي وإن شاء الله المرات القادمة. أنا بتمنى مهرجان القلعة يستقطب مطربين من خارج مصر الفترة اللي جاية بإذن الله، لأنه حقيقة مهرجان جميل، مهرجان رائع، مكان ساحر، جمهور رائع جدا جدا. أتمنى أنه كمان يستمتع مش بس بالمطربين المصريين، بالمطربين العرب كمان يجوا يشاركوا معنا في مهرجان القلعة. وأمنيتي أن يبقى عندنا أكثر من مهرجان بصراحة. يعني مصر بلد كبيرة، بلد عظيمة، بلد يعني بلد الفن في العالم العربي، ما عندناش إلا مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان القلعة. فأتمنى إن شاء الله من كل قلبي يا رب إن دار الأوبرا ودكتورة إيناس ودكتور مجدي الدغيدي ودكتور مجدي البغدادي ودكتور مجدي صابر إن شاء الله يعملوا لنا مهرجانات تانية في محافظات القاهرة أو محافظات مصر كلها، ويبقى فيها برضو مطربين عربي يشاركونا فرحتنا بالمهرجانات دي إن شاء الله. إزاي حضرتك شفت الحضور الجماهيري الكبير؟ يمكن فئات عمرية مختلفة، شباب صغار، يعني ناس كتير جدا جم عشان طبعا يشوفوا حفل حضرتك. والله في منتهى السعادة بجد بجد. يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنا لسه جاي من تونس وتسألت نفس السؤال. أنا عملت حفلتين الفترة اللي فاتت دي، والحقيقة كان فعلا معظم الحضور أعمار سنية مختلفة، ولاد صغيرين، شباب 10 سنين 8 سنين، شباب 15 16 والأكبر من كده والأكبر من كده. فتحس الأسرة كلها جاية تحضر وتسمع هاني شاكر. ده شيء بيسعدني جدا، انك انت تحس انه الفن اللي انت بتقدمه في تواصل اجيال مستمر. النهارده الجمهور الكبير والجميل اللي حاضر النهارده ده انا بعتبره وسام على صدري بجد، ان انت النهارده بتغني للاسره المصريه كلها، مش لسن معين ومش لعمر معين. تحب تقول لهم ايه؟ بقول لهم بحبكم جدا وسعيد بوجودي معاكم النهارده جدا، وان شاء الله يا رب يبقى لي نصيب وكل مهرجان قلعه ابقى معاكم ان شاء الله.